أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالنجاح الكبير لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017، مؤكدا أن احتضان مملكة البحرين لهذه الفعالية يعكس حرص المملكة على التعاطي مع المسجلات والتحديات التي يشهدها العالم ودورها وإسهاماتها ضمن التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف. وأشار معالي إلى أن إقامة هذا الحدث يعزز من مكانة المملكة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات ويدعم التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال، ويؤدي لتقوية التحالفات الدولية التي تشارك فيها المملكة ضد التطرف والإرهاب تحقيقا لأمن واستقرار المنطقة. كما ثمن صالح حرص القيادة الرشيدة على دعم هذه الفعالية الدولية، منوها بالدور الذي يطلع به معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لتطوير الأداء العسكري. كما أشاد معالي بجهود العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لإقامة هذا المعرض والمؤتمر، وما تضمنته كلمة سموه في افتتاح مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط، من تأكيد على ثوابت المملكة وتوجهاتها نحو القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. معربا معالي عن تقديره لمشاركة سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة في المعرض والمؤتمر.